نحن معكم بأرواحنا وقلوبنا وكل ما فينا، نحن معكم بثقتنا فيكم وبدعواتنا من أجلكم. هذه هي الرسالة التي يحملها كل من على هذه البلاد الطاهرة لجنود الوطن، والجميل أن تتحول هذه الرسائل المباشرة من خلال مبادرة تبنتها جمعية الغد للشباب لجمع 1,000,000 رسالة شكر وعرفان لجنودنا البواسل في الصفوف الأمامية. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عائشة ناس، مؤسسة مبادرة أرواحنا معكم. أهلا وسهلا بك يا عائشة. هلا فيك عائشة. حدثينا في البداية عن فكرة هذه المبادرة، مبادرة أرواحنا معكم، وكيف تم إطلاقها من جازان؟ هي قبل المبادرة أنا تم ترشيحي من قبل جمعية الغد أني أمثل شباب منطقة مكة المكرمة في مدينة جازان في قافلة الغد، وهي تعتبر أحد برامج الجمعية. تقريبا اجتمعنا 100 شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة، وطلعنا عدة مبادرات اللي تصب في خدمة مدينة جازان، فكانت واحدة من مبادرات هذه المبادرة أرواحنا معكم، والحمد لله يعني نالت التصويت الأعلى وعرضت على أمير منطقة جازان وتبناها أو رشحها. إيش فكرة أرواحنا معكم؟ فكرة أرواحنا معكم أنه نوصل رسالة للجنود المرابطين أنه ترى إحنا مو ناسين فضلكم أبداً. يمكن دائماً رسائل الشكر والامتنان تكون في قطاعات مختلفة. الجنود أو خصوصاً الجنود المرابطين يمكن نسيناهم فترة. الآن مع الأوضاع اللي تعيشها المملكة والدول اللي حولنا بدأنا نستوعب أنه قد إيش ترى هم فضلهم كبير. لولاهم ما نمنا آمنين مطمئنين، رحنا شغلنا وجينا، والآن جالسين حتى في هذا البرنامج ما نخاف ولا نشيل هم شيء بعد الله عز وجل، فهم لهم الفضل هذا. طب كانت لكم قصص كثير أثناء رحلتكم لجازان، أعطينا شوية صورة أكثر عن هذه القصص واللي شفتوا وشاهدتوا. أكيد طبعا قصص كثير، بس أكثر قصة أثرت فيني هم سووا القافلة الغد، سووا رحلة للجنود المرابطين، بس كانت الرحلة هذه خاصة بس بالشباب، احنا خلونا جالسين لأنه كان صعب شوي أننا نطلع. فكنا البنات احنا مره متحمسين انه الشباب لما نرجع ايش حيقولون، ايش حيحكون، ايش اللي حيرجعوا لكم بالقصص. ايوه، فالشباب كلهم كانوا يعني مصدومين وفرحانين فرح غير طبيعي بردة فعل الجنود. الله. إنه كيف كانوا مبسوطين. بالعادة الزيارات اللي تتم للجنود تكون رسمية مرة، يجيهم مسؤول يقول لهم كلمتين على بعض ويمشي، لكن ما قد جاهم مجموعة شباب بسيطين جدا ياخذوا ويعطوا معهم في الكلام وسناب شات وضحك، خرجوهم على الجو التقليدي وخرجوهم على الروتين والتوتر والقلق اللي كانوا هم فيه. فكان مردود الزيارة يعني غير متوقع أو أكثر من المتوقع. فلما كانوا يحكون عن فرحة الجنود هذه هو السبب صراحة، وهو الدافع اللي كان يخليني لا أني أنا ما أفكر ولا في أي شيء ثاني غير أني المبادرة اللي راح تطلع مني حتكون بس للجنود، ما حفكر ولا في أي مبادرة غير كذا. موفقين إن شاء الله، ونشد على إيدك دائما في مثل هذه المبادرات، يعني جنود الوطن أكيد يستحقوا أكثر من كذا. أبغى أرجع لأهداف أرواحنا معكم. أهداف أرواحنا معكم زي ما قلت لك أنه نوصل لهم رسالة شكر. أنه الرسالة كيف بتقدم؟ الرسالة راح تطلع، يدخل على الرابط حقت الموقع المبادرة وحيلاقي البيانات، يعبيها الاسم الدولة والمدينة أو الجنسية. قبل شوية ظهر لسادة المشاهدين الموقع، ممكن يطلع كمان أثناء حديثك إن شاء الله. تفضلي. فيعبي البيانات من خلالها، وحنجمع تقريبا 1,000,000 رسالة شكر. وحيكون في فلترة طبعا بالنسبة للرسالة اللي جات، وحنختار بعدها 1,000 رسالة. عفوا معليش، طب هذه الرسائل حتوصل للجنود، انتوا حتوصلوها للجنود؟ اي حنوصلها للجنود عن طريق كتاب. بعد ما تجينا 1,000,000 رسالة ان شاء الله حنختار منها اكثر 1,000 رسالة مؤثرة. بعد كذا حنضم هذه 1,000 رسالة في كتاب، والكتاب هذا راح يوزع على الجنود إن شاء الله. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنه بإذن الله راح يكون في الكتاب راح ينزل على المكتبات، وكامل ريعه أو كل الدخل اللي بيجينا من مبيعاته حيروح لصالح أسر الشهداء الجنود. جميل. طيب إحنا معانا الآن عبر الهاتف الأستاذ رياض العبد الكريم، مدير عام جمعية الغد للشباب اللي تبنت هذه الحملة. أستاذ رياض أسعد لنا مساك.
ومساكي الله يحييك يا أختي. أهلا بك أستاذ رياض. في البداية نبغى نتعرف على جمعية شباب الغد أو الغد للشباب. بكل سرور. أولا اسمحي لي أشكرك وأشكر قناة روتانا خليجية على اهتمامها وتسليط الضوء على مثل هذا الموضوع، وأشكر أيضا زميلتي الأخت عائشة ناس لتواجدها معك وتسليط الضوء على هذه المبادرة. جمعية الغد للشباب يعني هي المظلة التي نريد من خلالها تهيئة بيئة مناسبة لشبابنا شباب المملكة العربية السعودية، هذه الشريحة التي تمثل أكثر من 70% من مجتمعنا السعودي. نريد أن نسلط الضوء على هذه الشريحة وأن نعزز مشاركتهم معنا في المجتمع. هذه الشريحة تحتاج منا إلى وجود مثل هذه المظلة التي تحتوي هذا الفكر للشباب وتسعى إلى التغيير الإيجابي المنشود داخل مجتمعنا. فمن خلال مظلتنا ومن خلال هذه الجمعية نجعل للشباب ملتقى من خلال طبعا برامجنا وأهدافنا التي نقيمها للشباب، وكما وضحت لك الأخت ناس من خلال قافلة الغد ومن خلال زيارتنا لهذه المنطقة العزيزة علينا منطقة جيزان وزيارتنا وربطنا للشباب مع جنودنا البواسل على هذا الحد لكي نعزز لدى الشباب انظروا إلى هؤلاء الجنود الذين يدودون عن الوطن بقدراتهم ويتحملون هذا يعني العمل في مقابل راحتنا وأماننا واستقرارنا في بلدنا. جميل. طب أستاذ رياض، أستاذ رياض إيش الجهود اللي الآن أنتم بتقوموا بها لنشر مبادرة أرواحنا معكم؟ والله الآن يعني طبعا هي المبادرة انطلقت من جيزان ومن الشباب أنفسهم يعني من خلال زيارتنا وتبنيهم هذه المبادرة وطرحها أمام أمير منطقة جيزان، الآن نريد أن نفعلها على أرض الواقع وأرض الميدان. فمشاركتنا في الجنادرية هي انطلاقة هذه الحملة وانطلاقة أرواحنا معكم من خلال هذه الرسالة الجميلة التي تحمل جمع مليون رسالة شكر وعرفان من أبناء هذا الوطن ومن شباب هذا الوطن لهؤلاء الجنود. جميل. طب أستاذ رياض، حريصين كل الحرص على أنه ننشر الرسالة أمام الملأ وأمام الجميع، ونناشد أيضا من خلال هذه القناة المشاركة من الشباب والمشاركة من المواطنين في هذه الحملة. جميل. أستاذ رياض، عندكم حملات أخرى مبادرات أخرى تتبناها جمعية الغد؟ جمعية الغد لا تتوقف ولن تتأخر عن أي مبادرة من شأنها خدمة وطننا الغالي. على سبيل المثال نحن من خلال قوافلنا نفتح المجال أمام شبابنا وشاباتنا في هذا الوطن الغالي لطرح مبادرات من شأنها خدمة المنطقة التي نزورها ومن شأنها أيضا خدمة الوطن بوجه عام. فلن تتأخر جمعية الغد للشباب في إبراز كل هؤلاء الشباب المؤثرين في وطنهم والذين يحملون رسالة هدفها خدمة هذا الوطن المعطاء. طب باختصار أستاذ رياض، كيف تشوف تفاعل الشباب شباب الوطن في القضايا اللي تمس الوطن؟ والله تفاعل إيجابي وتفاعل بلناء. الشباب وأنا أؤمن إيمان كامل هم بحاجة إلى أرضية وبحاجة إلى مساحة لكي يعبروا ولكي يبدعوا. فمتى ما وجدوا هذه الأرضية وهذه المساحة أنا على يقين أنهم لن يتأخرون، سوف يعني تلمسون شباب هؤلاء شباب الوطن بصورة بالفعل تعكس يعني إيجابية عالية جدا داخل هذا الوطن. جميل. يعطيكم ألف عافية أستاذ رياض. الله يعافيك. اسمحي لي أيضا لا يفوتني أن أشكر شريكنا الاستراتيجي في هذا العمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذين كانوا لهم الفضل في تقديم يعني الدعم المالي الذي من شأنه وجودنا في الجنادرية وجودنا في قافلة جيزان ودعم كل مبادراتنا وفعالياتنا، وهذه حقيقة يجب أن يشكرون عليها. نوجه لهم الشكر ونوجه لكم كذلك الشكر أستاذ رياض العبد الكريم مدير عام جمعية الغد للشباب. أرجع معاك عائشة في هذه الحملة، حملة أرواحنا معكم. أبغى أعرف كم الوقت اللي تحتاجوه عشان توصلوا لمليون رسالة؟ تقريبا الوقت اللي حاطينه شهر.
عشان نجمع المليون رسالة. هي للأمانة ليش حطينا مليون؟ إنه بس عشان ما نخلي الوضع يعني مفتوح، فحددناها مليون، ولا هي ولا ملايين ولا تريليون رسالة حتى توفي حقهم. فالوقت اللي حاطينه تقريبا شهر، لأنه في لها لسه بروسس أكثر يعني حيتم بعد ما نوقف الاستقبال الرسائل، حيتم فرزها آليات وتروح لدار النشر عشان الكتاب، ولها إجراءات يعني. كيف تشوفي تفاعل الناس في هذا الموضوع؟ والله الحمد لله تفاعل يعني ما كنا نتوقع من الصغير والكبير، وأنا كنت حريصة جدا في هذه المبادرة أنه نشر كل فرد في المجتمع السعودي سواء كان مواطن أو غير مواطن. فكنت لما أشوف الرسالة اللي تجي من لبنان من مصر، فهي يعني ترى مرة شعور حلو لما مقيم ساكن أو عايش في المملكة وهو كمان يعبر عن امتنانه وشكره للجنود، لأنه الأمن واحد والسلام طبعا أكيد واحد يعني واحد. سبحان الله المقيمين اللي ساكنين هنا أهليهم عايشين في دول أخرى وما هم حاسين بالأمان اللي هو عايش وحاسس فيه هنا في المملكة. جميل. طب أعرف كيف أنت تشوفي، أنا دوبي سألت أستاذ رياض العبد الكريم وأرجع أسألك ده السؤال، كيف تشوفي تفاعل الشباب والبنات تجاه قضايا المجتمع والوطن الآن مع السوشيال ميديا؟ تفاجأنا بكم كبير من اهتمام الشباب. يمكن أول ما كنا نعرف، الآن دائما في أي مبادرة تخص الوطن أو المجتمع الآن كان تفاعل أكثر من المتوقع للأمانة. فأعتقد تفاعلهم صار أقوى من أول. جميل. طب عائشة أبغى أنزل معاك كده للخطة التسويقية اللي أنتوا عاملينها للمبادرة. إحنا دحين يعني إيدنا مع إيدك نبغى نوصل المبادرة لأكبر عدد ممكن، فقولي لنا بالضبط إيش الخطة التسويقية اللي أنتوا عاملينها حتى الناس تعرف فين تلاقيكم، فين تشوفكم، كيف تصوت، كيف ترسل الرسالة؟ هي المشاركة بسيطة جدا، من أي جهاز يقدر يدخل عن طريق الويب سايت حقت أرواحنا معكم onemillionthanks.org، وحيلاقي البيانات يعبيها ويحط إرسال. حيكون لنا إن شاء الله نقاط تواجد، بس إلى الآن يعني ما تم التواصل مع الإدارات فماني حابة أني أذكر الأماكن، بس في جدة حيكون لنا أكثر من نقطة، في الرياض متواجدين في الجنادرية طول فترة الجنادرية مع جمعية الغد الله يحفظها. تقريبا هذه، بس انه هو ما يحتاج حتى انه يروح مكانه او يدور على اماكن تجاوز، لا لا لا، موقع الكتروني موجود، حتى ممكن لو دخلوا على هاشتاج ارواحنا معكم حيلاقوها بكل سهوله سواء في انستغرام او في تويتر. طب ايش المعايير اللي يعني اللي بتلتزموا بها اثناء اختيار الرسائل؟ الحين تحجيكم مليون رساله، حتختاروا 1000 رساله فقط، ايش المعايير اللي حتستخدموها؟ والله شوفي، هي ما في معايير، ولكن من المليون رساله اللي حتجينا غالبا يمكن 200,000 رساله حتجينا مكرره، او رساله الشكر التقليدي، شكرا ما قصرتم، شكرا. فلا حنحاول نبعد عن هذه الرسائل وحنختار الرسائل المؤثره. احاول اختار من كل الجنسيات، سواء من مقيمين او مواطنين، رجل امراه، في كل حننوع من كل الشخصيات، بحيث انه الكتاب يكون جامع. لما الجندي يجي يقرا يشوف طفل راسل رساله، يشوف مقيم راسل رساله، رجل كبير في السن، سيده، فمن كل فئات المجتمع راح حيكون كتاب فيه 1000 رساله. ابغى اعرف متى حتنتهي الكتاب، او متى تتوقع انه يكون الكتاب ده متوفر؟ والله هو صراحة ما أقدر أحدد حتى وقت إلى ما يتم الانتهاء من استقبال المليون رسالة، وبعد كذا تعتمد على دور النشر. مين حيدعمكم؟ مين حيمول دور النشر؟ والله شوفي، المبادرة هذه اعتمدنا فيها من إحنا إلى هذه النقطة، فرضنا على الجميع القائمين عليها أنه كل شيء ما رح يكون بمقابل. كان بالامكان انه نطلب دعم من جهات في جمعيه الغد، ما راح تقصر نهائيا، لو ايش ما نطلب ما راح تقصر. ولكن كان الشيء اساسي في المبادره لما انطلقت، اني ابغى المبادره هذه كل فرد قائم عليها بيقدم شيء من قلبه بعيدا عن اي مصلحه. تبغى تقدم حاجه لوطنك من غير اي مقابل، سواء انت بمصور بتصويرك، تقني، مهندس تقني بالويب سايت اللي سواه، اللي سوت اللوجو من عندها، اللي سوى الفيديو برضو من نفسهم. فانا ابغى هذه المبادره توصل للجنود ونفهم انه ترى احنا وصلناها بقلوبنا، مو بدعم ولا بفلوس، ولا كنا نقدر نجيب اي شركه تتولى هذه الاعمال كلها وندفع لها مبلغ وانتهينا، بس لا،
أنا كنت حريصة تماماً أنه كل شيء يكون في هذه المبادرة يكون طالع من قلب الأشخاص نفسهم. إن شاء الله أكيد نتمنى لكم كل التوفيق عائشة ناس، مؤسسة مبادرة أرواحنا معكم، كل التوفيق. إحنا كمان أرواحنا معكم وأرواحنا مع جنودنا البواسل في الحدود. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي لا زالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، خبيرة الإتيكيت والتنمية البشرية لينا حمامي تقدم خطوات تعلمك كيفية الحصول على لقب سيدة.